هل يجوز زيارة الكنيسة لمشاهدة المعارض ولا يجوز ذهاب لها للتعزية والأفراح؟ لا، الأصل عدم دخول هذه الأماكن لأن فيها من الشركيات ما الله به عليم. شوف صورة شخص مصلوب ويقول إن هذا عيسى عليه الصلاة والسلام وأنت تراه ولا تنكر، فهنا إما أنك راضي وإما أنك غير راضي. إذا غير راضي ليش داخل هذه الأماكن؟ الإنسان ما يدخل هذه الأماكن إلا لينصحهم يذكرهم بالله تبارك وتعالى أو غير ذلك من الأمور. إلا الأصل لا تدخل هذه الأماكن.